اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة أخيرة بس قبل ما أسيبكم لخير أيام الأرض وأرقى أيام الأرض وأنقى أيام الأرض وأكثر أيام الأرض، ناس ربنا هيعتق رقابتها من النار ويمن عليهم بأرزاق مادية ومعنوية، تعالوا نتفق ندعي لبعض. أنا أدعي لكم كده أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان ما يتمنى ويعطي كل إنسان فوق ما يتمنى، وأدعي لكم أن ربنا يكبر بخاطركم، وأدعي لكم أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم أشياء هو يعلمها أنا لا أعلمها، وأدعي لكم أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لكم كل الأبواب المغلقة، وأدعي لكم أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم بناس صالحين في طريقكم في الحياة يساعدوكم ويكرموكم ويقفوا جنبكم ويكونوا هم يعني سبب في إيصال أرزاق الله، أرزاق المباني وأرزاق المعاني. وأنتوا ادعوا لي بالعلم النافع، وادعوا لي بالسكينة والستر، وادعوا لي بحسن الحكمة والبصيرة، وادعوا لي بأن ربنا يحفظ مشايخنا ويجعلنا دايما نتعلم تحت أرجلهم، وادعوا لي كده بأن ربنا سبحانه وتعالى يهدينا لما يحب ويرضى ويحسن أخلاقنا، ويعني ندعي لبعض. يلا كل سنة وانتم طيبين، يوم عرفة مبارك وعيد مبارك على الجميع، ونشوفكم قريب على خير بإذن الله. السلام عليكم.